الحاج هاشم دخل مستشفى الحبوب في الناصرية بداية حزيران الماضي مع 8 من المرضى لسحب الماء من أعينهم، لكنهم خرجوا من المستشفى بتلوث لم تعرف أسبابه. احتجاجاتهم دفعت صحة ذي قار لإرسالهم للعلاج في مستشفى ابن الهيثم ببغداد، الذي أرسلهم بدوره للعلاج في بيروت على نفقة وزارة الصحة. لكن القصة التي تبدو جميلة حتى الآن تحولت إلى مأساة كبيرة. فالمستشفى الذي أرسلوا له في بيروت لم يكن سوى عيادة مغمورة قام العاملون فيها بقلع أعين المرضى جميعا، فيما يشبه قصة هوليوودية لفيلم مرعب. تفاجأنا كل مريض يطلع خلال ربع ساعة العملية مالته، يطلع وعينه بإيده بكلنسة. يا بي احنا جينا هنا على مود علاج، ما جينا على مود قلع عيون. قطعوها شالوها العين. عيادة شعبية، لا مستشفى ولا أي عيادة شعبية، صف في الفندق. وليس هذا فحسب، بل أن المرضى الذين فقدوا أعينهم تعرضوا لابتزاز في أموالهم أيضا، وهددوا بالحبس في لبنان إن لم يقوموا بدفع المبالغ التي بحوزتهم. قالوا احنا اعطونا الفلوس اللي عندكم، يلا نسوي لكم عمليات. ايه الفلوس اللي عندكم مطينكم هم 78 ورقة، ذني كلهم تعطوناهن قدام مشاحنا، مو احنا ما صرفنا من عندنا، واخذوا من عندنا بنفس المطار مال بيروت فيزني، وبعدين هم بالفندق اخذوا وقال احنا ما لنا شغله، احنا ما نعرف، احنا نريد 78 ورقه تطوناهين. شنو الفلوس اعطيناهم. حكينا ويا البنيه، تعاركنا وياها، قالت انا عندي امر من الصحه الدوليه من دكتور رمزي، قال راح اودي لك 9 اشخاص تسوي لهم عمليه تحفرين عيونهم، واللي يرفض من عندهم ما ينطش الفلوس او ما يرفض العمليه او يرفض العمليه ما يسويها تقدمين عليها شكوى وين باي مخفر قريب من العياده. ولا يبدو أن القصة تريد أن تنتهي عند هذا الحد، فالمرضى المفجوعون حاولوا الشكوى لدى السفارة العراقية بلبنان، لكنهم وجهوا برد أثار استغرابهم بشدة. قبل ما نسافر يوم الأربعاء بالليل رحنا للسفارة العراقية بلبنان، والقنصل العراقي قدمنا شكوى عليهم، قلنا لهم يا به شو صار بين الموضوع، احنا جينا على مستشفى والكتاب عندنا طلعت عيادة، جينا على مود علاج شلعوا عيوننا. قال والله احنا جاي نعاني من عند هاي الحالة، أكثر من 50 حالة قاعد تصير عندنا هيك، بلكي أنتم عن طريقكم تناشدون الحكومة العراقية، تناشدون وزارة الصحة. وفيما يؤكد المرضى أن حالتهم الصحية في تدهور مستمر، رفضت مديرية صحة ذي قار التعليق على الأمر بدعوى عدم اكتمال تحقيق تقول المديرية إنه فتح في وزارة الصحة حول الحادثة.